السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله إحنا بسبب مراجعة لواحد البرنامج لشركة أي مايفون، أي ترانسفور فور واتساب. شنو الدور ديال هذا البرنامج هذا؟ فهنا كيساعد لك مثلا كتقدر تدير نسخة احتياطية وترجعها وقت ما بغيتي في الجهاز ديالك، في الحاسوب ديالك، سواء كان ماك ولا ويندوز، ولا تقوم بنسخ المحادثات ديالك من الاندرويد نظام الاي او اس، ولا العكس صحيح. فكما كنشوفو هنا ترانسفيري واتساب بين اندرويد اند ايفون، الباك اب الواتساب اون اندرويد اند ايفون تو ا كمبيوتر، وريستور واتساب باك اب تو ايفون اند اندرويد ديفايس، وهنا الاكسبورت ديال الواتساب باك اب تو. هنا مهم ونشوفو هنا عندك هنا التحميل، هنا كيدعم الويندوز والماك، نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. طبعا ديما النسخة المدفوعة كتكون فيها بزاف ديال المميزات، بين المميزات هنا انه نظام امن ما تخافش منه، تري سيكوريتي. وهنا كيشرحوا لك بحالاش طرق، فغنقومو بتجربة. بعد ما كنقومو هنا كنديرو داونلود تحميل، فغندوزو دابا التجربة. فبعد ما كنحملو البرنامج كنلقاو على سطح المكتب هو هذا، كنقومو التحويل ديالو هنا لابليكاسيون، والواجهة ديال البرنامج هي هذه كما كنشوفو. هنا عندك ترانسفيري واتساب ليزاباراي بين جوج ديال ليزاباراي كما قلنا، الاندرويد والايفون. هنا بعد ما كنقراو بعض التعليمات، فمثلا نبدا هنا ما تدخل البلاصه ديال ديفلوبر اوبسيون، او كتشغل اليو اس بي ديبوغين وكتبع التعليمات، وكتشبك الجهاز ايضا ديالك الايفون، وكتجي هنايا بعد ما كيتكونيكتاو من السورس الايفون والديستيناسيون، ولا دير ايشانج كتحول بغيتي من الاندرويد للايفون، والعكس صحيح. فكتبدا على بركة الله كدير ترانسفير، هنا واتساب ميسنجر ولا واتساب بيزنس من الدور ديال واتساب، وكتسنى هنا بين ما هنا البريباراسيون سير لاباراي سورس، كتسنى على حسب الحجم ولا الملفات اللي عندك، مثلا الحجم ديالهم شحال. بعد ما كيقوم هنا بالبريباراسيون كتسنى، ودابا كندوزو للبريباراسيون سير لاباراي دو ديستيناسيون، حتى هي كنتسناو تيرميني، دوز تخزين تيرميني، دابا تريطاج تريتي ديال لي دوني ديال الواتساب ميسنجر. هنا دابا كيبدا يترانسفيري لي دوني، دابا
كتقوم بنسخ المحادثات ديالك من جهاز لجهاز، كيكونوا عندك جوج ديال النسخ، ولا مثلا الى بغيت سافوغاردي نسخه تخلي نسخه احتياطيه في الكمبيوتر ديالك بين ما تبغيها وترجعها، تقوم بالارجاع ديالها. ف عندك هنايا اما ترانسفيري بين جوج ديال الاجهزه ولا تسافوغاردي في الجهاز ديالك في الحاسوب ديالك. هنا بين ما ترانسفيراو لي دوني صافي، هو الترانسفير او لي دوني تيرميني. صافي، العمليه تمت بنجاح. بالنسبه للبرنامج فهو كما قلنا اي ترانسفور فور واتساب لشركه اي مايفون، فغنخليكم ان شاء الله الرابط الا بغيتو تحملوه الا عندكم به مثلا الاغراض، بغيتو تخليو نسخه من المحدث ديالكم ولا تحتفظوا بها في الجهاز ديالكم وترجعوها فين ما بغيتوا. فطريقه سهله جدا كما شرحت هنا في الفيديو. نتمنى الاخوان ان الفيديو اعجاب ديالكم، ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي ما مشاركش في القناه، دعمونا بلايك. يلا الاخوان، كان هذا فيديو حول هذا البرنامج هذا، نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايين. السلام عليكم.